للحديث أكثر حول أكبر مزرعة عضوية في الإمارات ينضم إلينا طبعا السيد يزن القضماني نائب مدير عام مزرعة إمارات بايو فارم. أهلا بك معنا. أهلا وسهلا، شكرا لكم لاستضافتي. أهلا وسهلا بك. في البداية لو تحدثنا عن مزرعة بايو فارم، وين طلعت هذه الفكرة؟ مزرعة إمارات بايو فارم هي جزء من مجموعة زراعية بدأت بالزراعة بال 1983 ببناء البيوت المحمية وأنظمة الري، وثم تطورت للزراعة البيئية اللي هي الأسمدة العضوية. أكبر مصنع للأسمدة العضوية مصنع الإمارات للأسمدة البيولوجية تأسس بال97، ومن ثم فاز جوائز بتطوير الأسمدة العضوية، وعلى أساسها قام سمو الشيخ محمد بن زايد ولي العهد بإمارة أبوظبي في ذاك الوقت بتخصيص هذه الأرض لتأسيس مزرعة نموذجية اللي هي صارت مزرعة إمارات بايو فارم. نعم، جميل جدا، اهتمام جدا كبير صراحة في العاصمة أبوظبي بالزراعة المستدامة، والآن في الإمارات كلها المشاريع اللي سلطت الضوء عليها كوب 28. نحن كإعلاميين حتى قاعدين نتفاجأ كل يوم بكمية وأرقام الشركات والمؤسسات والمبادرات اللي فيها موضوع الاستدامة والمحافظة على البيئة. حابين نعرف في بدايتكم، بما أنها كانت في 2016 أكيد كان في تحديات، أكيد كان في صعوبات في البداية يزن، إذا بتخبرنا عن هذه التحديات اللي واجهتكم وكيف قدرتوا توصلون إلى النجاح اللي أنتم فيه اليوم. أكيد في نحن بمجال الزراعة طبعا في صادرات تجي على دولة الإمارات، يعني تقريبا 80-90% من نسبة الغذاء. ففي فكرة أنه شو ما ينزرع ممكن يتسوق، ولكن طبعا في منافسة، لازم التسويق، لازم التوعية على موضوع الزراعة العضوية لأنه طبعا فيها سعر مختلف شوي. صحيح. فكانت البدايات طبعا لتعريف الناس على مبدأ الزراعة العضوية، على إمارات بايو فارم والتوسعة بمجال الخضروات اللي بننتجها. يعني حصلنا تقريبا أكثر من المزارعين في تمركز على 10 محاصيل رئيسية. نحن اليوم معروفين بزراعة فوق 60 صنف، ودخلنا الإنتاج البيض العضوي كمان على أسواق الإمارات كمنتج محلي. رائع جدا. فالحمد لله، يعني لقينا بالأول كانت هذه الصعوبات، كيف نتميز، كيف نعمل التوعية المناسبة، كيف ندخل على الأسواق، والحمد لله تيسرت الأمور مع الوقت ومع الدعم اللي الحكومة بكل الإمارات مهتمة جدا بالزراعة البيئية والزراعة العضوية المفيدة للصحة. نعم. السيد يزن، في حديثنا عن المزرعة وحوارنا اللي سبق هذا اللقاء، حدثنا أكثر عن المزرعة وشو البرامج اللي تقدمونها والفعاليات اللي تسوونها خلال الأيام هذه. اللي صار نحن كنا نسوق للمزرعة، كان دائما يجينا تعليقات بأي بلد هذه، وين ممكن نزور. فالحمد لله افتتحنا أبواب المزرعة تقريبا ب 2019 للزوار. بالأول كانت كل يوم جمعة، بعدين توسع الموضوع لليوم نستقبل تقريبا 1000 زائر أسبوعيا من طلاب مدارس، شركات وسياح مهتمين بالتعرف على الزراعة بدولة الإمارات، ومهتمين يطلعوا العائلة على مكان صحي، في هواء نقي، أكل صحي، في مطعم، في تسوق. فالحمد لله اليوم المزرعة انعرفت كمقصد سياحي بيئي أو سياحة زراعية. تعليمي بعد، يعني تعليمي. هذا تثقيفي وتعليمي للطلاب وللزوار، يشوفون كيف طريقة الزراعة العضوية. صح. عندنا في دولة الإمارات 60 منتج يطلع من هذه الأرض، هذا مو قليل، وصراحة جهود كبيرة رائعة جدا. شفنا صور من خلال التقرير للمزرعة هذه، تفتح النفس صراحة أن الواحد يروح يزورها، وحتى يمكن أنه يقدر يقطف من المنتجات اللي موجودة ويحمل ويأخذ إياه للبيت. أنتوا كذلك سويتوا مزرعة صغيرة في كوب 28 في موقع الحدث في إكسبو. خبرنا أكثر طبعا عن هذه المزرعة المصغرة وما مدى أهمية أنكم تتواجدون في هذا الحدث الكبير. الحمد لله، يعني كوب جلب أهم الشخصيات من جميع أنحاء العالم اللي مهتمة بالاستدامة، فكان فخر لنا نكون متواجدين بهذا الحدث العالمي. في حديقة اسمها الفرسان، حديقة الفرسان،
خلف جناح دولة الإمارات. حديقة الفرسان مكان مهم في أكسبو. حولنا جزء كبير من اللاندسكيب اللي محطوط أو الزراعات التجميلية اللي محطوطة لزراعات منتجة. فالناس الحين عم تمر حد كينوا حتى شغلات مش مزروعة عموما، بس ممكن ذرة وبتنجان وجزر، أطفال وعيال، فهن مستمتعين ومتفاجئين جدا أنه نحن ممكن نستغل هذه المساحات. كمان تغيير نمط الفكر أنه نحن ممكن ننتج بصحراء الإمارات بالرمال اللي موجودة عنا، خصوصا عم نحكي نحن على إعادة التدوير أو السيركولاريتي اللي هي الأسمدة أو التربة اللي حطناها، هذه من المخلفات النباتية أو المخلفات الحيوانية من مزارع الإمارات. نعم. يعني تم تطويرها لتكون منتجات أسمدة عضوية، صارت مدخلات مهمة، فنحن قادرين بطريقة مستدامة ننتج الغذاء بدولة الإمارات، وهذا نموذج مصغر عن هذا. رائع جدا. طيب مشاركتكم في كوب 28 شو اللي أضافت لكم هذه المشاركة؟ الحمد لله التغطية كاسم، التعرف على شركات وشو المبادرات اللي الكل عم يقوم فيها، يعني كان تجمع أعطانا نظرة على جميع المبادرات اللي عم تقوم على أرض دولة الإمارات، وبنفس الوقت عرفتنا نحن كمزرعة إميريتس بايو فارم لأشخاص مهتمين بهذا المجال. يعني يوميا عم نقابل شخصيات من جميع أنحاء العالم ومن جميع أنحاء الدولة بجميع المجالات، والصراحة يعني شيء ممتع. صحيح. أكيد هي فرصة يعني كبيرة وثمينة لا تضيع عندنا هنا في دولة الإمارات، خصوصا لمثل المزارع اللي أنتوا تعملون عليها. أنت تتكلم يزن، ذكرتني بمقطع للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد الله يرحمه، مؤسس الإمارات، لما كان يصر على موضوع الزراعة عندنا في الإمارات، وكانوا الخبراء يجون ويقولون لا أنتوا أرض صحراوية، الأرض هذه ما ينزرع فيها ويمكن هذا التعب يروح. ولكن اليوم نشوف ما شاء الله كيلومترات المزارع اللي موجودة عندنا في الإمارات، والمنتجات اللي أنتوا طبعاً تحصلون عليها من خلال هذه الزراعة فاقت كل التوقعات. نعم. المؤسس المغفور له الشيخ زايد وضع الأساس، ونحن مستمرين على هذه الرؤية اللي فيها الاستدامة وفيها المحافظة على البيئة، هي موجودة من بداية الاتحاد ونحن مستمرين عليها. أتمنى لكم كل التوفيق دائماً، شاكرين وجودك معنا، وشكراً طبعاً على مشاركاتكم وكل الأعمال اللي تقومون فيها، ومن خلالها تخلونا ناكل أكل صحي ومنتجات صحية عندنا في دولة الإمارات. شكراً لكم. يزن القطامي نائب مدير عام مزرعة إمارات بايو فارم، شكراً لك. شكراً لكم. شكراً جزيلاً لك.